السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني في كل مكان. احنا لسه بنستكمل تحريات النيابة وتحقيقاتها مع المتهمين، والنهاردة ده معانا شهادة البركة الحاج حمدي عبد العاطي بشحمه ولحمه. لكن قبل ما نبدأ كده يا ريت نصلي على النبي ونعمل اللايك ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا ننزل دلوقتي ندين اللايك المتين والشير، ويلا بينا نبدأ على طول. معاكم أخوكم أحمد الحكيم. اهلا بيكم. في البداية مش عايز افكركم في ان اللي بنقوله مع بعض هنا يدوب جزء من الاسئلة، مش كلها، يمكن يكون ده تلت التحقيقات لانها طويلة واحنا بنركز على المهم فيها واللي يفيد القضية ويفيد حضراتكم. في بداية شهادته قال حمدي عبد العاطي ان ولاء شاب كويس بنى نفسه بنفسه، عشان كده هو وافق يجوزه بنته. يا ريتك ما وافقت يا حاج حمدي يا شيخ الحارة، يا ريتك ما وافقت ولا تنيلت وكنت خلفتها اصلا. بيقول كمان ان ولاء ورماء اتجوزوا في 2016، وان السنتين الاولين دول قضوهم في مشاكل مع بعض لانهم كانوا في بداية حياتهم الزوجية. طب هنا من اول القصيدة استغفر الله العظيم يا رب. طب والمشاكل انتهت يا حاج حمدي؟ اكيد انتهت بعد ما قتلوه واتسأل اذا كان ولاء طلاها قبل كده، فقال قبل سنة 20 حصل خلاف، وقتها ولاء بلغه انه عايز يسيب بنته، وكانوا وقتها في السعودية لكنه ما طلقهاش وقتها، وناس كتير جدا على فكرة في السعودية كانت بتحذره. وفي مرة تانية رمى عليها اليمين في سنة 2021، وكانت رماء وقتها عايشة في مصر لكن كانت في زيارة لولاء في السعودية، ورمى عليها يمين الطلاق لانها كانت مش بتنضف، وكانت بسبب خلافاتها على الماديات وهي نزلت مصر، ولما رجع ردها مرة تانية. وكيل النيابة قال له ان والدة رماء قالت انه طلاها بسبب ان كان ليها علاقة بواحد اسمه محمود، محمود ده مختفي ما ذكرناش اسمه بقالنا فترة. فحمدي قال ان اعرف انه كان بسبب خلاف يقصد محمود، لكن معرفش انه بسبب سبب طلاق ليها. هنا ليه وقفة، وهو قال ان كان في مشاكل في السنتين الاولانيين، وبعدها قبل سنة 20 كان هيطلقها، في 21 طلقها وفي 22 قتل. دي ايه الجواب بقى لكلام الاب؟ بيقول انه كان هيطلقها بسبب انها مش بتنظف، وانا هنا متهيألي كده ان في غلط في الوصف ده، هي مش بتنظف، يعني هي مش بتنظف. وانا عايز اسال سؤال، حمدي مكسوف يقول ولا ولاء دار فضيحها عن ابوها وسطر عليها؟ ما هو ولاء ياما سطر عليها عشان خاطر ابن يونس. وبعدين حمدي هنا بيقول انه يعرف ان محمود كان بسبب مشكلة كبيرة جدا، لكن ما يعرفش انه سبب الطلاق. وانا عايز هنا لازم اتكلم في النقطة دي واقول واسأل سؤال، هي تفرق عندك يا حاج حمدي هو كونك سبب مشكلة في الموضوع كان عادي جدا؟ طب كنت حضرتك هتتصرف امتى لما بنتك تلاقيها نايمة مع واحد مثلا؟ انت عارف ان عدم تصرفك يا راجل يا محترم خلاها جابتهم لحد البيت، انت كنت منتظر ايه؟ عارف يا راجل يا محترم انك كنت قاعد بتشرب قهوتك في بيتك اللي في ظهر بيت بيتك، وبنتك كانت نايمة في حضن محمود؟ عارف ليه؟ لان حضرتك اعتبرته مجرد حد عمل مشكلة، ما اعتبرتهوش حد تخطى الحدود. يا حاج حاج انت ما رعيتش ربنا. هنكمل مع حمدي والنيابة سألته تاني، ايه قولك ان تحريات المباحث اكدت ان ولاء طلقها عشان علاقتها بمحمود سواق الاوبر، وان اهله اتدخلوا عشان يردها؟ رد حمدي وقال رد في منتهى البرود، قال اه هو قال لي، بس ده مجرد ادعاء من ولاء. يا حلاوتك انت يا راجل يا راجل، انا خايف اقول لفظي يزعل الناس، بس ولاء بيتبلى عليها ازاي يعني؟ انت جبت بنتك سألتها؟ جبت بنتك بصيت في عينيها؟ مجرد ادعاء يا راجل يا بارد. عارف انت تستاهل اللي انت فيه، تستاهل ان بنتك تجيب عشقها في الشقة في وجودك يا راجل يا مقطف يا راجل يا مقطف. اتسأل حمدي عن اذا كانت في خلافات بين اهل ولاء وبين رماء، فقال لا، لكن ام ولاء كانت دايما بتقوله انها جوزه جوازة تانية. اتسأل عن اذا كان في خلافات بينهم هم كعيلة وبين ولاء، فقال ان مراته ام رماء حصل بينها وبين ولاء خلاف، وده لما ولاء رمى يمين الطلاق على بنته.
لان الام كانت معترضة ان ولاء يجي البيت وهو مطلق البنت وابوها في السعودية. يعني عيلة، يعني لا لا لا، عيلة ملتزمة يعني. يا محترمة يا محترمة يا محترمة، انت ايه الاخلاق العالية دي يا اولاد؟ ندخل اللي كان جوز بنتنا ولا ندخل اللي ملوش علاقة بيننا خالص؟ ما ينفعش يجي البيت يا جماعة، دي حاجة ما تضر يعني. ما ينفعش عشان كان رامي يمين الطلاق والسعودية. والله انا مش عارف اقول ايه، اخلاق ما فيش بعد كده. اتسأل حمدي كمان ايه قولك في اللي قالته والدة ولاء من انهم رجعوا لبعض بعقد جديد عند المأذون في المنوفية. قال لا انا معرفش انهم عقدوا عقد جديد، انا اعرف انه لما نزل من السعودية على مصر رجع على بيتهم هو ورماء، وهي راحت معاه المنوفية عادي لانه جوزها. يا سلام يا سلام على الاب والحلاوة والحنية يا ولاد. يعني يا حاج حمدي انت طول عمرك مالكش لازمة في الحياة، طول عمرك مقطف كده ومتقرطص، ولا عارف بنتك بتعمل ايه، ولا حتى بتكلف نفسك تسأل عليها يا راجل. سايبها كده يا راجل مع راجل غريب. انت اكتر واحد في القضية دي يستحق انه يتعدم ضربا بالأبقاب والله. سألوه ايه قولك ان مراتك كانت على طول بتدخل في حياة بنتك رماء وجوزها، وهي دي المصيبة اللي بواعي منها الناس. فقال لا خالص، وبنتي كانت حرة في حياتها اكيد، ومحدش كان بيتدخل في حياتها نهائي، هي كانت عايشة شبه الحصان. طبعا الراجل هنا عنده حق، ولا كان حد بيتدخل، ولا حد كان يعرف يتعامل ايه، ولا بيت فين ولا مع مين. النيابة سألت الحاج حمدي البركة، قالت له هل بنتك كانت عارفة بجواز ولاء من واحدة تانية؟ فقال حمدي ايوة، عرفت قبل نزوله من السعودية بحوالي اسبوع ان في ترتيبات انه هيتجوز من واحدة تانية، وعرفت من موبايل والدته لان والدته كانت عند بنتي ونسيت التليفون بالصدفة، فبنتي عرفت من محادثات التليفون بتاعتها متجسسة برضو. يعني يا حاج حمدي بنتك فتحت تليفون حماتها عشان تتجسس عليها؟ هي دي تربيتك النظيفة يا حاج حمدي؟ يا حاج حمدي تعالى لي بقى وركزوا معايا كده بعد اللايك المهم جدا، ونشترك في القناة ونصلي على النبي. يعني يا حاج حمدي انت وبنتك كنتوا عارفين من قبل ما ولاء يجي من السعودية من اساسه، يبقى موضوع انكوا عملتوا له كمين ده صح، يبقى انتوا دبرتوا الكل وقعتوه في المصيادة يا حاج حمدي. لو انتوا متغاظين منه عشان خاطر متجوز وصعبان عليكم منه، وكنتوا هتروحوا له المنوفية في الفرح وتطربقوها على دماغه، كان ممكن حضرتك تتصل بيه قبل ما ينزل وتقول له اذا انت عاوز تتجوز تطلق بنتي، دي الاصول ودي القواعد اللي احنا بنمشي عليه. كان ممكن يا راجل يا بركة طب عليه في المنوفية قبل جوازه او بعدها، لكن انتوا هنا قصدتوا تعملوا له كمين. انتوا يا طماعين كنتوا عاوزين فلوسه، كل همكم كان انه يمضي على فلوسه، وده لا وده لا كان هينفع وهو في السعودية، ولا كان هينفع لو رحت له منوفية في وسط اهله. فانتوا استفردتوا بيه، الكلام ده مينفعش غير لو اخدتوه على اخوانه جوه شقته ورحتوا له بعدد كبير جدا عشان تخوفوه وتاخدوا اللي انتوا عايزينه، وهو ده اللي حصل بالظبط والترتيب اللي حصل. اسمع بقى السؤال اللي كله رومانسية ده في اللي جاي، والإجابة اللي بتمطر ورد بلدي، والإجابة اللي بتمطر ورد بلدي. النيابة سألته ايه مضمون الحوار اللي دار بينكم وبين ولاء لما صحى من النوم وانتوا عنده؟ ركزوا معايا في الحتة دي كويس. الراجل البركة ده رد وقال انهم قالوا له انهم جايين يطلقوا رماء عشان هو اتجوز عليها، وانها مش عايزة تكمل معاه، وان ولاء قال مش هطلق. فحمدي قال له هي مش هتكمل معاك غصب عنها، وانت كده مش راجل. وقتها ولاء جاب عصاية كانت عنده في الصالة، يقصد عصاية البوسبل اللي اترمت، وكان عايز يضربه، وبعدها مسك هو في ولاء وخربش في وشه. بعدها ولاء ولاده الاتنين قاموا مسكوه عشان يحشوه عن والده. وبعدها يا جماعة انا عايز موسيقى هادية كده في الحتة دي عشان نعمل مؤثرات صوتية كده، ما ينفعش تتقال خاف كده. بيكمل حمدي وبيقول بعدها بنتي رماء كانت بتصوت ومرمية في حضنه، يقصد حضن مين؟ حضن ولاء، وعمالة تقول كفاية كفاية يا بابا كفاية يا بابا عشان يونس، يا بابا حد يجيب لي حباية الضغط يا جماعة قبل ما اتجلط، عشان خاطر والله العظيم من امبارح ضغطي مرفوع. حمدي بيكمل وبيحكي
لما مهاب وسيف جم، لكن انا مش هقف هنا، هقف عند نقطة بعد دي اللي هي ايه. بيقول حمدي انهم صمموا انه يطلق الزوجة التانية، وفعلا اتصل عليها وطلقها، وبعدها هو حمدي يعني اتصل على مأذون عشان يسجل الزواج. هي في المحضر مكتوبة الزواج، لكن المفروض انها الطلاق، لكن المأذون قال له انه لازم الزوجة تكون حاضرة، وان الطلاق يتم في المكان اللي حصل فيه الزواج. هنا دخل ولاء مع رماء أوضة نومهم، ولما طلعوا لقيت رماء بتقول له ولاء باعت رسائل لأهله وبيشتمني فيها، وانا رافضة اكمل معاه، وقالت له طلقني دلوقتي دلوقتي يا عمدة. وقتها دخل لبس وهي دخلت وراه، وكانت بتبص في الدولاب، وقالت له فلوسي اللي كانت في الدولاب فين يا ولاء؟ مش موجودة. وقعدت تصرخ في ولاء، وقالت له عايزة فلوسي، قال لها ما خدتش فلوسك. وقعدت تقول له انت بتقول عليا ان انا وسخة، اهو انت اهو بنت الوسخة دي مش هتنفعك ولا هتعيش معاك. امال الحكا عايز يقولك ايه؟ طب هنا الكلام مش ماشي مظبوط، يعني هما دخلوا سوا ليه؟ اوضة النوم ملهاش منطق تاني، كمان هي ازاي جوه اوضه النوم عرفت انه بعت رسائل لاهله؟ مش دي حاجه غريبه شويه؟ خد بالك هو قال انها طلعت من اوضه بتقول له انها مش عايزه تكمل لانه بيشتمها في الرسائل، مش الكلام ده؟ ومش ده رد الفعل اللي حصل على الشتايم؟ ومش دي اللحظه اللي عرفت انه بعت رسائل من اساسه؟ بيكمل وبيقول انه دخل لبس وهي دخلت وراه، وساعتها كانت بتبص في الدولاب ما لقيتش الفلوس. ها مش دي خطة برضو احنا قلناها امبارح؟ انا شايف ان الحاج حمدي البركة بيحاول يقلب الحقائق عشان يهرب من حتة ان ولاء قال عليهم بلطجية وانهم حابسينه وبيتعدوا عليه. ما هو دي التهمة اللي توجهت ليهم، وحقولك الاسباب. هو هنا ذكر القصة بطريقة مختلفة وعمل مونتاج لمصطفى الجار اللي المفروض جه في الحتة دي. امال انتوا مفكرين ايه؟ ده تدبير علني. وكمان قال ان ولاء دخل لبس، وهنا هو الوحيد اللي قال ان ولاء غير هدوم، لان كلنا بنسأل هي الهدوم فين واتغيرت امتى، وفين الهدوم وفين عصاية البوسبل. طب يكونش زي ما بيتلاعب باقواله عشان يمنتج الموضوع تاني الاستغاثات، يكون حط حتة الهدوم دي عشان يحط ان الهدوم اتغيرت في جملة مفيدة، وانه غيرها بنفسه يعني محدش ضغط عليه. كمان رد فعل بنته على الشتايم مش كما ينبغي، او مش زي ما اتقال من المتهمين التانيين. وهنا برضو كان حمدي مصر انه يعمل مونتاج في الحتة دي. الموضوع والاستغاثات كانت غريبة وكانت بالنسبة لهم خوف، اما موضوع الفلوس فتقال بتلات اشكال. محمد عصام قال انها كانت هتحاسب على الاكل وما لقيتش الفلوس، والاب بيقول انها دخلت مع ولاء وهو بيلبس فبصت على الفلوس ما لقيتهاش. والباقيين ما ذكروش هي ازاي اكتشفت ان الفلوس مش موجود. هو ده اللي بيحصل، وهي دي القضية الغريبة اللي احنا قاعدين نفسرها. وده بيأكد التحريات اللي بتقول ان موضوع الفلوس كان ورقة بيلعبوا بيها بعد ما اكتشفوا الاستغاثات عشان يتفاوضوا بيها لو هم اتقبض عليهم كلهم ولاء معاهم. طب بيكمل حمدي وبيقول وقتها كان الموضوع قدام يونس، وقتها كنا طالبين ديليفري، ولما جه يقصد الديليفري كان ولاء دخل الأوضة اللي فيها بلكونة بص على الشارع. وقتها سمعت صوت وعرفت انه وقع من البلكونة، ودي الهبدة اللي قال عليها يونس. هنا برضو الأب عمل مونتاج لمحمد عصام وما لقاش انه هو اللي دخله، وما قالش انه هو اللي دخله أوضة البلكونة. طب هو عمل مونتاج لعصام ليه؟ عشان يحوش عنه شبهة انه ممكن يكون زقه ورماه عشان يبقى ولاء دخل لوحده الأوضة ورمى نفسه. هو ده السيناريو اللي هما بيحاولوا يخرجوا منه. بيكمل الحكاية وبيقول وقتها شفت البواب نقلوا في عربية على مستشفى النصر، وانا رحت على رجل المستشفى وعرفت انه في العناية المركزة، وقتها رجعت على البيت عشان ألم طبعا حبايبنا. معلش يا حاج حمدي انا معرفش ان نظرك حلو قوي كده للدرجه دي، ولا عشان دكتور عيون يعني بتضحك علينا ونظرك قوي قوي كده؟ ازاي انت باصص من الشباك شفت انهم ودوه مستشفى النصر؟
ازاي بس فهمني يعني الحتة دي. كمان انت رحت وراه وعرفت انه في العناية المركزة ورجعت على بيتكم، ولا كان ولا كأن الشخص اللي بيموت ده او مات ده كان عشرة وكان ابو حفيدك. لكن خلينا في موضوع انك عرفت المستشفى، دي المهم عندي. انت في حد بلغك بخط السير؟ طب هو مين الحد اللي كان فايق قوي كده وبيتصل عليك ويقولك انهم راحوا مستشفى النصر؟ مين هو الشخص؟ هو محدش اصلا كان عارف غير البواب، مش دي الحقيقة، ومصطفى صاحب العربية. طيب مصطفى معهوش نمرتك، يبقى البواب هيتصل يقولك ليه؟ ما انا عايز افهم برضو القصة دي فيها ايه. طب نفترض انه ما اتصلش وانت اللي كلمته، هو كان فايق يمسك تليفونه ويرد؟ طب لما انت رحت المستشفى ليه ما طلبتش متعلقاته؟ ليه الحيزبونة هي اللي راحت وطلبت الحاجات بتاعته؟ ما تردوا عليا وتقولولي. هيقولك انا ليه هطلب الحاجة دي، ولا هيقولك ايه؟ لان وقتها انتوا ما كنتوش فكرتوا انكم تقولوا انه انتحر. الفكرة دي فكرة الحيزبونة وهي راحت المستشفى مش عشان خاطر المتعلقات، هي راحت تعمل فرقعة انه انتحر. لان وقتها حضرتك كنت المفروض تعمل ده لما وصلت ولقيته في العناية المركزة، بس ما جاش في دماغك ان انت تكمل الخطة اللي انت كنت حاطينها او التوقعات اللي ترسم شكل الموضوع، ومن خوفك روحت على طول بيتكم، ومن خوفكم كلكم مشيتوا ومحدش استنى. وعشان كده انا بقول انكم قتلتوه، لان الطبيعي وعشان يبان انه انتحار حضرتك كان المفروض تستنى حتى معاه، وعيالك كانوا المفروض يبقوا واقفين وصعبان عليهم الدكتور ولاء، المفروض يستنوا، والعقربة بنتك كانت المفروض ترقع بالصوت الحياني وتقول جوزي رمى نفسه، لكن كلكم خفتوا ومشيتوا. فالهانم الكبيرة راحت تصلح اللي حضرتك عكيته، بدليل انها الوحيدة اللي عيطت وصرخت وولولت جوه المستشفى وقالت جوز بنتي انتحر. نرجع للتحقيقات، وتسأل حمدي هل حاول حد من اللي كانوا معاك يتعدى على ولاء؟ فقال لا، هو علي وعمر بس مجرد حشوه لما جه يضربني بعصاية البوسبل اللي كانت في الصالة، عصاية البوسبل اللي اتضرب بيها على دماغه واللي اختفت هي والساعة. وقال في رد تاني على نفس السؤال مفيش غير ولادي الاتنين يدوب حشوه عني بس، انما ما عملوش ليه حاجة، هم حشوه بانهم كتفوه. وكان نيابة قال له لكن ولادك قالوا انهم كتفوه وضربوه، فكان رده بصراحة يعني لا اصل انا ما شفتش والله الموقف ده ان هم كتفوه، لكن انا اللي مسكت فيه وهبشته وخربشته في وشه يا راجل. وهنا يا جماعة موضوع الخربشة في التحقيقات، الخربشة اللي في الصد في صدره، واحنا اتكلمنا وقلنا يمكن ولاء كان قالع التيشيرت ولا حاجة. ليه قلنا كده؟ لان محمد عصام قال ان اول ما دخل شافهم مكتفينه وشاف الخرابيش على صدره، وفي منكم اللي بعت لي وقال لي ان كلامي غلط وانه مش ممكن يكون كان نايم من غير تيشيرت حتى لو الدنيا حر، وانا بحترم الرأي ده طبعا، لكن مش لاقي تفسير ان محمد عصام يشوف الخرابيش او لما يدخلوا برضه فيه اللي بعت وقال لي هو شاف الخرابيش لما غيروا له هدومه، ده برضه مش زي ما جه في التحقيقات اللي قالت انه شافها اول ما دخل. والحقيقة الموضوع فيه قصة مش مفهومة. سألوه ايه قولك في كلام محمد عصام بانه كان بيبعد ولادك عنه بعد ما ضربوه؟ قال لا الكلام ده ما حصلش. طب ايه كان دور بنتك رماء من اللي حصل؟ كانت بتعيط ورمية نفسها في حضنه، يا سلام على الحنية يا أولاد، وبتقول له لا يا بابا عشان يونس، شايفين حنية الدنيا في رماء دي ازاي؟ والاصل كله نعم التربية يا حج حمدي، بنتك اصيلة يا حج حمدي. حج حمدي قال كمان حج حمدي انه ما يعرفش ان في علاقة اثمة بين بنته وبين محمد عصام، وان في ضابط قال له ان كان في كلام عاطفي متبادل بينهم، وانا ما كنتش اعرف حاجة. وهنا الحج حمدي قال حصلش، هو كان بيقول لي بحبك على الواتس، وانا كنت بقول له اني واحدة متجوزة. ولو الموضوع انتهى اتسأل بقى الحج حمدي عن العقد، العقد اللي كان حيمضي عليه ولاء. فالحج حمدي قال استهبل في الاول، وسأل وكيل النيابة وقال له عقد ايه تقصد؟ عقد الجواز يعني؟ يا سلام عليك يا حج حمدي. والحقيقة لو من وكيل النيابة كنت لفحته قلم
يسوره، لكن وكيل النيابة فهمه السؤال بطريقة تانية وقال له ان محمد عصام قال انك كان معاك عقد للشقة وعايز المجني عليه يمضي عليه لكنه رفض. وقبل ما اقول هو قال ايه، عايز الفت نظر اصدقاء المتابعين لنقطة مهمة، وهي اني كل ما اقول انه رفض يمضي حد يبعت لي في الكومنتات يقول لي لا هي الشقة باسم والدته فما ينفعش يمضي، وانا الحقيقة عارف الموضوع ده، لكن في التحقيقات مكتوب انه رفض، فكل جزئية في التحقيقات مكتوب انه رفض، وانا الحقيقة ما بقولش ولا بغير حاجة من المكتوب، انا كل اللي بعمله اني بغير الكلام من فصحى لعامية بس. نرجع لإجابة حمدي واللي قال انه فعلا انا كنت جايب العقد معايا من الاول من قبل ما اروح عندهم البيت وطلبت منه يوقع عليه ولكنه رفض، وتسأل عن العقد فين دلوقتي فقال يا اما عندي في الشقة يا اما عندي رماء. وهنا انا عايز اقولك ان رئيس المباحث لما تسأل في الجزئية دي قال انهم خبوا عصاية البوسبل وخبوا العقد ده عشان ما يتفضحوش، لكن تعالى لجزئية ورا شوية، حمدي قال انه كان جايب العقد معاه من الاول من قبل ما يروح عند ولاء، لكن مهاب وسيف قالوا انه بعتهم يجيبوا العقد من المكتبة. طب هنا انا عاوز اقولك مش بس كده، ده حمدي قال انه اتصل بالمأذون عشان يجي يطلق. طب هو جاب منين نمرة المأذون؟ لان العيال مهاب وسيف قالوا انه بعتهم للمأذون عشان يجيب نمرته. طب من الواضح كده ان حمدي بيكذب من كل شهاداته، اكتر واحد فيهم كذاب هو وبنته رماء، لكن هو بيكذب ليه في النقطة دي؟ هو بيكذب عشان خاطر ما يظهرش الحقيقة. طب هي فين الحقيقة؟ يعني هو بعت العيال دي تجيب عقد بينما العقد هو معاه في جيبه وبعتهم للمأذون وهو معاه نمرته، يبقى ملهاش غير تفسير واحد انه كان عايز يوزع العيال دي عشان يدبر الجريمة بتاعته. السؤال هنا هو مبعتش ليه محمد عصام يعمل ده؟ ليه عصام كان معاهم في الشقة حتى لما العيال دي نزلت تحت بما فيهم عياله؟ محمد عصام استنى، الراجل ده هو الصندوق الاسود بتاع اللغز بتاع القضية دي. لحد هنا وخلصت حلقتنا، بتمنى اكون اتوفقت ونقلت لكم الجديد في الموضوع، واتمنى تسامحوني لو قصرت في حاجة، انا في النهاية بجتهد والتوفيق من عند ربنا، ولو شايف اني استاهل اللايك والشير والمتابعة يبقى مش حق افكرك بيها، واشوفكم بكرة على خير، ليكم مني كل المحبة، سلام.